جاءت رواية على هذه القصة، رواها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وكذلك أخرجها السيوطي رحمه الله بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، ثم قال: وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، ثم قال: فازددت ربي عز وجل، استزددت ربي، طلبت زيادة من الله جل وعلا، أبغى أكثر من 70,000، فقال: فزادني مع كل واحد 70,000. الله أكبر، والله هذه تستحق تكبير. تعرفون كم سيصير العدد؟ يعني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله عز وجل أن يزيده: يا رب زدني من هذا الخير. فقال: لك مع كل واحد من 70,000 70,000. كم يصير عددهم؟ يعني كم؟ 4 مليار، يعني 5 مليار إلا 100 مليون. عدد كبير ولا لا؟ عدد كبير يا جماعة، فضل من الله واسع. كل هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احسبوها يا جماعة، قرابة 5 مليار من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدخلون الجنة بغير حساب.